باش نحكيو على تصويره اثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال نهايه الاسبوع الماضي. تصويره الزملاء من الاعلاميين في كميونه يقوموا بالعمل الصحفي نتاعهم، تقريبا اصبحت بمثابه منصه للصحفيين الكميونه هذه. على كل باش نحكيو اكثر على اللي صار مع صديقنا خالد كركره، رئيس جمعيه كركره في كره القدم، باش نحكيو معاه اكثر تفاصيل على التصويره هذه. اهلا بك خالد. مرحبا بك سلام، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة إكسبريس إف إم. مرحبا بك. مرحبا خالد. تقريبا تصوير الناس كل تقريبا تحكي عليها نهاية الأسبوع الماضي في الملعب نتاعكم، احكي لنا شنو حكايتها خالد. خويا سلام، أول حاجة أنت تعرف عندنا ملعب جديد، وملعب معناها كان تم التعشيد نتاعو، معناها عم ناولوا أثناء أول استغلال الحمد لله، وكانت نتائجنا طيبة معناها من جراء استغلال الملعب، النتائج كانت معناها طيبة جدا. وعلى تعرف احنا حبينا مع كامل معناها الوزاره والسلطه الاشراف باش نحافظوا على الملعب هذايا ونطوروا منه باش نعملوا مدرجات، لكن ما تعرف فلوس خويا ما فماش. على هذا الاساس معناها افتقدنا المدارج ومنصه للصحفيين. كانت تعرف عندنا كان ماتش معناها مع غزال بطالته، احنا مترشحين الاول، وكنا معناها نسعى ديما باش نلعبوا الكوره نتاعنا الكوره ونربحوا ونلعبوا ماتشاتنا في نفس النديه ونفس الروح ملي بدينا البطوله. وكانت المباراه دي سبقتها اقاويل اللي احنا مش نسيبوا الماتش معناها للبقالطة، ومعناها ومش نلعبوا بالميثاق الرياضي. ولذا اصرينا معناها من رابطه مع السلطات الكل ان باش كل تلز تجي مرحبا بها او اذاعه تنقل معناها من روح حتى منع باش نوريو للناس اللي احنا لعبنا كره للكوره. وتوافدوا علينا وقتها، كلمونا ثلاثة إذاعات باش نقولوا المباراة. وتعرف احنا ما عندناش منصة، الحق نتاع ربي، فهمت مع رئيس، اتفقت مع سيد رئيس البلدية مشكور اللي معناها لبى الطلب نتاعنا وأعطانا الشاحنة، هذه شاحنة كبيرة ملك هي البلدية في الواقع في الأصل، وكنا نقلنا منها معناها في ظروف مريحة. لكن لو معناها باش تبدأ أنت واضح والناس كل كيف في بالها اللي احنا علمناها من قبل وقلنا لهم راهو ما عندناش، عندنا وسيله نقل هذه الشاحنه كبيره، اذا كانت تروا انتم ما تروش مانع تطوروا بها. لقينا منهم الترحاب وقالوا لا حاجه دايه ويعطيكم الصحه وما فما حتى مشكل وراهي مريحه معناها بالكدا برشا، معناها كي تسوى في امور سيكيورتي هي مريحه الحق، ما لازمش تكون هكاك من الصحفيين ما يا خالد. هي مريحه فيها وعلى هذه خويا الله غالب، احنا جمعيه معناها صغيره وجمعيه معناها ما فماش تحب لها موارد كبيره ويجي نخلصوا جواراتنا احنا. وبون هي ظهر خالد ماهيش من مهامكم على انكم تتلهوا بالملعب، هذه هي الملاعب الكل في تونس على معناتها على ذمه البلديات، ومعناتها هما اللي يوفروا في الميزانيه نتاعهم يكون تحسين الملعب والمنصه خاصه بالصحفيين. المشكله عندكم راهو تقريبا معاناه كبيره للصحفيين في كل الملاعب تقريبا. بون انتم اجتهدتوا بلا محاله، خير من بلاش نقولوا هكا. خويا اش باش نقول لك، احنا هكا تشوف انتم هاو من معناها من المنبر هذايا ومن اذاعات كما هذه الموقره، نوجه نداء الى كامل السلطات الجهويه وسلطه الاشراف والسيد والوزاره باش يتبنوا معناها الفكره نتاعنا ويعطونا الحلم نتاعنا بتوفير مدارج ومتوفير معناها منصه للصحفيين. وهذا نداء معناها نقوم به من اذاعه اكسبريس فهم لكامل الناس وكامل السلطات اللي باش يعاونونا تتضافر الجهود باش نعملوا المنشاه هذه الرياضيه اللي تتكون معناها في مدارج، ونفرحوا بالصحفيين المره الجايه ويجيو ينقلوا في معناها في ظروف مريحه، وهذا ايش نتمناه خويا سلام. واضح. يعطيك الصحة يا خالد، بالتوفيق ان شاء الله يوصلوا الصوت نتاعك لصوت الاشراف. ثم رد اليوم، ثم حاجة اللي هي سالت الحبر كثير هي تدخل نتاع سي يوسف الزواوي اليوم معناها عاود كلمني الصباح بعد اللي شاف الفيديو بعد اللي شاف الاذاعات اللي قلت له سي يوسف فهمته كان معناها اللي يفهم بالغلط، وقال رأي هذه ما هم صحفيين. اليوم اكدت لي هم صحفيين وينشطوا وعندهم معناها ترخيص من لايكا وعندهم معناها بطاقات صحفيه، فاعتذر لي لكامل الصحفيين وخاصه لاهالي كركر، وقال لي راني ما نقصدش معناها باش نسيء للملعب تاع كركر، وانما كانت معناها معناها النيه كانت متجهه الى سلطه الاشراف باش انهم هما اللي يحسوا ويوفروا حجرات معناها مزيانه ومنصه مزيانه معناها وباش الامور تتم في صوره باهيه للخارج. هذا هو معنى اعتذر لي، وانا الاعتذار هذا ما هو الا من شيم الكبار مقبول، قل له سي يوسف اعتذارك فهمتني بالله من الافق الرياضي بكركر.
واضح. بارك الله فيك تسلام وربي يخليك، وان شاء الله المفيد تكون حاضرين المفيد معانا كل تعديت يوم. الامور صافيه صافيه البنك كما نقول. تعديت فوضحنا الناس كل الرؤيه. هو تدخل يوسف الزواري كان في قناه حنا بعض ظهر لي. كان في قناه حنا بعض عندي برنامج مع سي شاكر، وكان اتصل بينا معناها مشكور سي شاكر، وقال تو نزيد ننظف الامور ويعطيكم الصحه. احنا ديما نكونوا زاد بنتقبلوا النقد بصدر رحب، لكن ما نحبوش شكون يمثلنا من المنطقه ولا من الفريق. ما تعرف في الامور هذه رانا ما نساوموش على غيرة وحب البلاد الله غالب. اكيد كل شيء نخدموا في الرياضه، لكن فما حدود معناها ما يلزمش الواحد يفوتها ويتعداها. اخويا اسلام ونحيي فيك خالد غيرتك على الفريق نتاعك، نعرف قداش متعلق به. عايشك اخويا اسلام، وان شاء الله تكونوا معنا في البلاي اوف، وان شاء الله نعديه فتره باهيه، وان شاء الله معناها الحلم يتحقق نتاع الاجيال الكامله في مدينه كركر هو صعود ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله عايشك. وجانا مكملين في البلاي بعد شويه صفيه في الاخبار، وبعد راجعين في نتابعوا اكثر مقابلات الرابطه الاولى اللي قاعده تدور حاليا، تعادل سلبي دون اهداف بين ليسبيرونس امل حمام سوسه، والتقدم للنجم الساحلي 1-1 قدام مستقبل سليمان هدف لاعب سليمان كوليبالي. وباش نحكيو ايضا على السياسات وقالت كريم النفطي اليوم من مهام صافيه.